سي كوا لو دراغون دونك دراغون الى بغينا نديرو ليه اون تيت ديفينيسيون غاتسمحوا لي غادي نقراها شويه بالفرنسيه. سي لاكستراكسيون يعني كتاخذ من واحد البلاصه كتكون ديفيني سوا في البور ولا في البحر ولا افيك دي مو افيك دي دراغ يعني دي باطو خاصين بتسمى الجرافات كيمشيو البلاصه كتكون معروفه كياخذوا منها هذاك لو سابل يعني داك الرمله افيك دي مويان دونك تيكونوا في الباطو الا مونت كياخذهم كيديروهم في البوي ديال الباطو بلي مويان ديال اللي كتكون في الهضره وملي كديروا في البوي دونك سا مو تكنيك ديالنا واحد الباسان كاين في الباطو الرمله ايمانتوني في الباطو والماء كيرجع باش تبقى غير الرمله في الباطو وكيدار الترونسبور ديالو. دونك سون دوز اوبيراسيون فيها لا ريكيبيراسيون ديال ليكستراكسيون ديال الصابل ملي كيدار في الباطو الباطو عنده لي مويان دو نافيغاسيون ديال زون اين زون سا ديبون فين وعيد بيه. دونك اون فوا كيشارجي الرمله كيمشي هذاك الباطو كينافيغي سوا مثلا فهمتيني ما يسمى جرف الصيانه كنديرو مثلا الباطو كيمشي لومبوش يعني في الدخله ديال البور كيهز الرملة من الدخلة ديال البور من بعد ملي كيشارجي الماء كيمشي لواحد لازو تتكون ديزينيه باتفاق مع المتر دو فراج وكيحط هذيك الرملة في هذيك لازو هذه وكاين عمليات أخرى مثلا اللي هو اللي كنهضر عليها هو أن الباطو كيجيب الرملة مثلا وكيلفو ليها في إن زون دو ستوكاج اللي هذيك الرملة كنستعملوها من بعد في ليتيليزاسيون ديال البلد. بوركوا لو دراكاج؟ دونك هنايا لو بوركوا دو دراكاج هو الموضوع ديالنا داك الكبير. كاين دو كيستيون. الاولانيه كاين عندنا لي بور المرسى اللي ما دارش ليها دراكاج لي باطو ما يقدروش يدخلوا لان اصلا داك المرسى خاصها لي تيروندو مي يسمو لي تيروندو لي بروفوندو دو الباطو. كاين دي باطو دابا الحمد لله على الصعيد العالمي راه كاين اللي وصلوا 16 متر 20 متر بما يسمى لو تيروندو ديال يعني تحت الماء الباطو غادي ب 20 متر تحت الماء يعني خاص الدراكاج ديال لي بور باش داك الباطو يقدر يدخل لواحد المرسى. و سي الدكتور عدناني راه هو خبير في هادشي كيتمتيني بما يسمى الترونزيت ليتورال اللي كيجيب لينا الرمله لي زومبوشور و لي زونتري ديال لي بور. دونك ضروري كندراكيو هذيك الرمله باش نديرو لي تيروندو. اوكي ليتيليزاسيون اخرى اللي كنهضرو عليها بما يسمى استغلال يعني كندراكيو الرمله وكنستغلو فهمتيني في لي باطو كنديوها كنستغلوها كنرفوليوها في واحد لازون دو ستوكاج باش نقدرو نستعملوها من بعد. صافي دو دراكاج على انترناسيونال لي ديفيرون تيب دو دراكاج. دونك لي ديفيرون تيب دو دراكاج كاينه مجموعه يعني مختلفه ديال الجرف ما يسمى كاين الاولى كاين جرف صيانه دراكاج دونتريتيان دي بور اي دي شولو داكسي. الهدف منو اشنو هو اللي قلنا دابا تعميق ديال العمق ديال 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 الدخله وديال ما يسمى الباسان ديال لي بور. كاين جرف تراكاج بور ترافولور يعني جرف ملي تيكون في لا كونستريكسيون ديال لي نوفو بور بحال الحاله ديال نادور وست مال. دابا نادور وست مال ضروري عمليه الجرف لتعميق مثل العمق اللي كاين في هذيك المرصى باش يجيو صايبو باسم مالادي يعني هذيك اللي كتحبس الامواج على المرصى ولا كونستركسيون ديال ليكي اللي داك الرصيف اللي تيوقف فيه لي باطو. كاينه لو دراكاج بور لا بروتيكسيون لي تورال. هاد لو دراكاج ديال لا بروتيكسيون لي تورال دابا على الصعيد العالمي ماشي غير في المغرب على الصعيد العالمي كاينه ما يسمى فهمتي ليكوزيون ديال لي تورال وديال لي بلاج. دونك هاد العملية ديال الجرف مجموعة ديال الدول استغلوها من فين تيقول تسمى لونغراسيون يعني تيعاودو ياخدو لي ماتيريو من دي زون ديال دي فين تيمشيو تيقلبو عليهم وكياخدو العملة من هادوك لي زون وكيجيبوهم وكيبومبيهم يعني كيروفوليو في هادوك لي زون بور لونغراسيون ديال لي تورال. غادي نشوفو حالات اللي فهمتيني بصور
اللي موجود على الصعيد العالمي، وانا نقدر نشهد بان كنحاضر كمدير اشغال انه فهمتيني لا بلاج ديال الرباط 2006 انا اللي صرت على العمليه ديال لونغراسمون ديال لا بلاج ديال الرباط اللي غنشوفو فهمتيني يمكن في الصوره عندنا هنا. وجيت كما دارت ديك العمليه ديال لونغراسمون ديال لا بلاج ديال الرباط فهمتي ما كانش غيبغى لان انا لي ان لونغراسمون باش يعاود يرجع. وكاين اخيرا ما يسمى تراكاج بور لا برودكسيون صافي، يعني اللي هو موضوع اللي كنهضرو عليه دابا، اللي استغلوا مجموعه الدوات لبناء المنشآت فهمتينا سواء الطرقيه ولا الكونفليكسيون. تراكاج الانترناسيونال، دونك غادي ندير واحد بنشمارك ديال مجموعه ديال الدول اللي سبقونا، اللي سبقونا في 50 عام هذه و 60 عام فاش كانوا كيفاه. حنا الان 20 عام هذيك يلاه اونتور في المغرب كله مليون، المغرب كله كاع هذا الشيء اللي كان وقع عليه مليون كدير. دابا الانجليز 1959 عندها 4 مليون اللي كدير بور لا كونستركسيون، حاليا راه مستمرين في 20 مليون دو طون دو ستار. لو جابون 1968 13 مليون، حاليا راه 50 مليون. هولندا وما ادراك ما هولندا و اوجان، دونك كانوا كيديروا 7 مليون في 79 دابا 113 مليون. دنمارك 10 مليون حاليا، فرنسا 7 مليون، بلجيكا 4 مليون. يعني الدراكاج ماشي على المغرب اللي كيستعملوه ولا اللي بغى يستعملوه، على الصعيد العالمي كيستعملوه لان حل من الحلول ما يسمى دابا ضرب النقص في لابيريتي دو سافيس. وحاليا اللي دخل على فهمتيني يشوف الفيديوهات اللي كاينين في يعني في اليوتيوب ولا شيء، انا شفت فيديو عام مؤخرا في لا بريباراسيون ديال الكونفيرونس اللي سون اون تران دو باري سكون ابال لا غير دو سافيس. مابقاش كيهضروا على بينيري ولكن كيهضروا على حرب ديال الرمال. كنا كنسمعوا الحرب ديال المياه وديال الماء اللي غتكون كوتا، دابا حاليا تيهضروا على حرب الرمال ديال الرمال على فهمتيني. هذا لقاء دار فرنسا تيهضروا عليه لان بلا بينيري غادي كيوصلوا ليها هما. هادو صور اللي خديتهم باش نبينوا اللي انت عمليا اشنو كيوقع. مثلا هذا سي ريكونستيكسيون دي زون ايرودي، هذا كنشوفوا سيتيندرا كتمشي تجيب الرمله من يبزون واحد البلاصه بيان ديفيني في البحر تيكونوا انجيزمون بحال حال درنا حنايا كنديروا ليها ليتود كنعرفوا شنو هي لا كاركتيريزاسيون ديال داك الصابن. كي تمشي الاضرار 2000 دراكاج كتهزو كديرو في الكوي ديالها، هو تيكون هنا سكون ابال ان باسان وكتجيو كتبومبي دونك هنا في هاد لازونيت. لا ميم شوز هنايا، هادي سي لونغراسمون دي بلاج، لونغراسمون دي بلاج هي الحاله اللي درنا فهمتيني في الرباط. هادو امثله اخرين غير باش تعرفوهم. مثلا هادي مرسى في هولندا، ايزون كونستروي فهمتيني هاد لازون كلها دو فهمتيني دارو اون رونتي بريسك 750 مليون متر كيوب كي زون ديبلاسي. هاد مرسى 750 مليون متر كيوب، هونغ كونغ 145 مليون، هادي فهمتي سان ايروبور. لا ماليزي 150 مليون، سنغافور باش تبنات 2 مليار دو متر كيوب، 2 مليار دو متر كيوب. جوسكو 20 طون ديال الدرابو، انا حضرت النهار تي يلاه غي حط الطوبه الاولى ديال ايزون بونسي عملت هاد المسابق يعني دون لو مارشي. وزاره التجهيز سهرت ودارت دراسات خاصين باش تلقى الحل لهاد لابينيري، لان هذيك الساعه المغرب الحمد لله فهمتيني على ريبي ديال فهمتيني الملك ديالنا الله ينصرو طونسو مشاريع كبرى. وملي بداو كيديروا في الدراسات لقاو بان فهمتيني الصابل مانغري هذاك الوقت، لان راه كانوا متعارفين من كيجي، تيجي من ليدين كيجي من لي بلاج وداك الشيء، ولكن المشاريع اللي كانوا جايين لان كانوا غيطونسو لي زوطوروت لي فهمتيني لي زيروبور لي بور اي تو سا، عارفين داك الشيء ما غيكفاش. دونك لونسو دراسات باش يلقاو اشنا هو الحل
باش يحاولوا يواكبوا هذاك التطور اللي غيجيو هذاك البناء اللي غادي يجي من سياق من بعد. دونك هذيك الدراسات اللي دارت وزاره التجهيز خرجت واحد التوصيات. اشنو هاد التوصيات فيه؟ بان كاين صار دو كونكاساج كيفو فهمتوا هما باش يعملوا ولسنا دو دراساج كون حل بديل، حل بديل لرمال الكتبان الساحليه وديال لي بلاجي. هنا هادو واحد السويبي اللي مدير على الصعيد الوطني اللي غنشوفوا فيه لا بروغريسيون يعني لوغمونطاسيون ديال لا كونسوماسيون ديال الصابر فين بار ديزون. دونك من 1970 كنا اونفيرون 6 مليون وطلعنا في البيك 2010 حتى 46 مليون دو طون ودابا رجعنا ل 40000. وملي غتشوفوا هاد النسبه ديال المساهمه ديال كل فهمتيني سورس غنلقاو بان باقي كنستعملوا لو سابل دو دين واحد البورسونتاج كبير 43% سابل دو دين 43% اللي باقي كنستعملوا حتى في المغرب. غنشوفوا لو سابل دو دراكاج اللي حنا كنهضروا عليه لا نمثل الا 5% اللي كنمثلوا حنا دابا في لو سابل على الصعيد الوطني. صابر ديال الواد 40% وصابر دو كونكاساج اللي هو الدولة حتى هي كانت دارتو كون استراتيجي اللي غادي يكون حل مع لو صابر دو دراكاج لا يمكن الا 12% يعني الاستعمال ولي سورس اللي كاين دابا عندنا اللي كيمولوا السوق من الرمال هما رمال الكتبان الساحلية بنسبة 43%. لي سورس كلاسيك كيما هضرنا عليهم دونك عندنا لي دين ديريكتورال. شوفوا فهمتيني اشنو تيوقع في الكتبان الساحل هذه هي صوره اللي تدير وصافي دونك باش تشوفها راه بعض المرات داكشي كارثي تيوصلوا حتى لانابطو الى لاحظتوا هنا يعني تيبقاو يهزوا في الرمله تيوصلوا حتى لانابطو يعني والتاثير ديالها دونك لان ملي كيوصلوا لانابطو راه يفوت ستوندر لا كونتاميناسيون دونك هذيك انا بدو دابا دروك غادي تدخل فهمتي لا كونتاميناسيون سواء لي ميتولور سواء عرفتي لي زونجان تما دونك كي كونتامين لا فهمتي لا لو مرحبا. دونك انا غادي نحاول دونك صعب دراكاج كونسوليسيون لا بروبليماتيك غادي نقرا هادي رابيدمون سي حسن لان دونك غير فور رابيدمون pour répondre aux besoins croissants du secteur des bâtiments et des travaux publics, les différents acteurs du secteur ont mené maintenant des recherches visant à diversifier les sources en sable de construction alimentées essentiellement par les plages et les dunes. Les recherches ont permis de mettre sur le marché d'autres types de sable, tels que le sable de concassage et le sable de dragage. Mais ce que je vais souligner, c'est que avec les diversités d'acteurs, هنا شنو قالت؟ بان الدولة غادي دير فهمتي غادي تعاون صابر دو كونكاساج وديال خو دراكاج ولكن افيك لي ميزور في مناطق المغرب بان دارت دراسة وديتيرمينات واحد لي زون هذوك لي زون حدثهم الدولة ماشي غير جات وحدثهم كانت عشوائية راه هونتون كونت مع لينيراش مع فهمتي القطاع المهني ديال الصيد ودارت فيهم دراسات لي كون ابتل لو جيزمون كونتون يعني شحال عندنا ديال الرمله فيهم وراه شار ليها الدكتور فهمتيني اكثر من 4 ملايك ومن تنقول 4 ملايك انا غادي نعطيكم فهمتيني لان هذه ديال وزاره التجهيز اللي نشرها ها المجموع ديال 4 ملايك اللي كاين عندنا على الصعيد الوطني. دونك جوست باش نشير ليها اونيفو ديال العريش اونيفو ديال العريش عندنا ما يناهز 134 مليون متر كيوب اللي عندنا في الجيزمون في العريش. هنا دونك رابيدمون البروسيسو دو فالوريزاسيون ولكن انا غادي ندوز رابيدمون هذا البروسيسوس شنو فيه دونك فهمتيني منين كنبداو وفين كنساليو باش نقدرو نفتحو انكاريات ما يسمى انكاريات اكواتيك. دونك كيما شاروا ليها السعياد ولا فهمتيني كتبدا بليدونتيفيكاسيون دي جيزمون يعني خاصنا نعرفو فين كاين عندنا هذيك لا زون
le gisement fin kay عاد كنمشيو نديرو سكون ابل لي فاريياسيون دامباكت اي لا كاركتيريزاسيون ديال لي ماتيريو كنعرفو واش صالحين ولا ما صالحينش وكنديرو لي ليتي دامباكت رابيدمون سيدنا الدقه ميني دونك من بعد هاد لي فاريياسيون ديال الباكت والطونسيون ديال السيرتيفيكا دابسور ديال الدومبلمونتال كتجي فهمتيني لوطونسيون ديال لي زوتوريزاسيون اللي محدده في القانون ديال المقالات لانه واخا كتاخذ ديك الخصم ديال الاونفيرونمونتال ما كتعنيش راك تحتي هاد المقاله عاد هذيك ورقه من يعني لي دوكيمون اللي مطلوب في قانون المقالات كتجمعهم واحد المجموعه كاينه كانزان دو دوكيمون اللي كتجمعهم وكتديهم فهمتيني مع التصريح ديال فتح المقلع الوزاره ديال التجهيز دونك من بعد ملي كتاخذ لي زوتوريزاسيون كتجي العمليه ديال الجرف والعمليه ديال الروفولمون اللي هي كتختلف من منطقه لمنطقه كاين شي مناطق اللي نقدر نمتيني كنديروا فيهم يسمى لي دراك جيو ستاسيونال يعني جرافات قاره جرافات قاره تيكون عندهم الرف مع واحد لاكوندويت اللي ما كديبلاصاش هي من بلاصه لبلاصه كتبقى تتحرك غير في الواد سي لوكا ديال ازمور اللي حاليا وكيجي التريتمون دو سال شي حاجه اللي مهمه اللي دخلناها حنا في السوق وهذه حنا درناها كفهمتين كانت عندنا ان بوزي اي فو تريتي لو برودوي ا تو لي سيت ديالنا كتريتي لو برودوي قبل ما يمشي للسوق يعني وكاين عندنا كونترول كاليتي انتر عندنا دي لابوراتوار قاري وراه معنا في الحضور هنا فهمتي ريسبونسابل دو لابوراتوار معنا في الحضور هنا قاري فهمتي قبل ما يخرج لو برودوي للسوق يوميا صباح وعشية كيدار ليه تيست فهمتي عندنا في اللابوراتوار كما كنديرو دي تيست على الاكستيريور يعني كنجيبو دي لابوراتوار اكستيريور ان بي دو زور كاين عندنا دوطر اللي كيجيو كيديرو لي زاناليز قبل ما يمشي لو برودوي فينال للكونسوماتور